بسم الله الرحمن الرحيم. بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضموا علي كرام. أنا الرائد الدكتور نجم الدين عبد الله إسماعيل، الناطق الرسمي باسم قضاة الدعم السريع سابقا، دفعة 3 جامعيين كلية حربية. عملت بالفرقة 14 مشاة، فرقة 16 مشاة، فرقة 18 مشاة، وأخيرا الفرقة 20 مشاة. أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب البلاد الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحقن الدماء. بدءا، لقد استجبت بتنفيذ أوامر القوات المسلحة منتدبا بقوات الدعم السريع في واجب وطني، والآن أستجيب بتنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة الذي أصدره ليلة أمس بإنهاء انتداب ضباط القوات المسلحة بالدعم السريع. ومنذ الأمس فقدت الاتصال والتواصل بجميع وسائل الإعلام لأسباب خارج إرادتي، وأؤكد بأنني لم ولن أصرح لأي جهة إعلامية بما يجري الآن من أحداث باعتباري ضابطا بالقوات المسلحة وليست متحدثا باسم أي جهة. وأقول للذين شككوا وللذين تطاولوا وشككوا في وطنيتي، أقول لهم بملء الفم وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. اليوم الأحد 16 أبريل الموافق 25 رمضان 1444 هجرية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.